القضاء الإداري يرفض الطعن المقدم من مرتضى منصور لعودته لرئاسة النادي مجددا. الرياضة المصرية بتفرح، الرياضة المصرية بتنضف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي المشجع مع أحمد، حلقة جديدة وتأكيد عزل مرتضى منصور وأخبار الكرة المصرية وأخبار النادي الأهلي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل متابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد. القضاء الإداري يقوم برفض طعن مرتضى منصور من أجل عودته مجددا لنادي الزمالك ورئاسته. من الأخبار السعيدة جدا هو رفض طعن مرتضى منصور. من الأخبار السعيدة جدا عدم تواجد مرتضى منصور داخل النشاط الرياضي. النشاط الرياضي لا يريد مرتضى منصور، النشاط الرياضي يريد روح رياضية، يريد المحبة والتآلف ما بين الأندية وما بين رؤساء الأندية فقط لغير. ومرتضى منصور ما يتمتعش بالشخصية ديت. مرتضى منصور عايز يتمتع بشخصية العنهجهية وشخصية الشتيمة وشخصية تعليق الصوت وان كل الناس تسمعه وهما بيسمعش لحد. سؤال أعضاء جمعية الزمالك وأعضاء النادي وكل المتواجدين داخل نادي الزمالك، هل نادي الزمالك يدار من اجل مرتضى منصور ام لنادي الزمالك فقط؟ مرتضى منصور تم عزله، جابوه عينوه مدير مسؤول، عينوه مش عارف ايه، زي ما يكون نادي الزمالك مكتوب عليه لازم مرتضى منصور واولاده، او لازم مرتضى منصور وحشيته، او لازم مرتضى منصور وهزازين الرؤوس اللي في قناه نادي الزمالك. ولكن مبروك تاكيد العزل، مبروك ابتعادك عن النشاط الرياضي. الأهلي يبدأ استعداده لمباراة الزمالك القادمة يوم الخميس الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. والزمالك أيضا يبدأ استعداده لمباراة الأهلي يوم الخميس الساعة 8:30 مساء. الأهلي بعد الفوز على الاتحاد، والزمالك بعد الفوز على فيوتشر.